اسمي لوران لامبير أو عبد الله. دخلت الإسلام منذ أكثر من 17 سنة، وأنا فرنسي وأنا كنت مسيحي، ففكرت أن دين المسيحيين أفضل، فقرأت أكثر وأكثر عن هذا الدين، وأحببت أن أتكلم مع الأصدقاء يعني الشباب معي عن الأديان. قلت لهم أن تكلمت عن الأنبياء عليهم السلام أجمعين، وواحد منهما كان مسلم مغربي الأصل، فرنسي ولكن مغربي الأصل، وقال أن المسلمين أيضا يؤمنون بإبراهيم وبموسى وبعيسى، وكان عجيب جدا لي. أردت أن أتعلم أكثر عن هذا الدين، كان عجيب جدا يعني. ف يعني قرأت يعني كتابا أولا، وبعد بعض شهور فكرت ما أنا، لأني أحببت الدين المسيحيين، لأني كنت من عائلة مسيحية، ولكن في نفس الوقت ما كنت أستطيع أن أقول أن سيدنا محمد غير النبي، يعني أنه النبي أو غير نبي. ويوم تكلمت أيضا على الأنبياء مع بعض الناس، ولكن تكلمت عن القرآن أيضا، عن الإنجيل والقرآن، وبعض الناس سألوني فهل أنت مسلم؟ فكان عجيب، لأني ما كنت أستطيع أن أقول أني مسلم أو غير مسلم، وفكرت ما أنا، يعني أستطيع أن أؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن أفكر ما أنا. وبعد قليل يعني فهمت أنني مسلم، أؤمن بالله وأؤمن بكتبه والملائكته واليوم الآخر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فألست مسلم؟ بلى، بالطبع أنا مسلم. فالحمد لله دخلت الإسلام وتعلمت قليلا قليل بقليل يعني عن دين الإسلام، والحمد لله تعالى أنا فرحان جدا، والحمد لله أشكر الله تعالى عن يعني نعمة الإسلام. وأتذكر يعني يوم الشهادة، يعني كنت في مسجد في فرنسا، مسجد صغير، كان يوجد كثير من الناس، وقلت الشهادة وكان صعب لأن الشهادة بلغتي الفرنسية يعني كنت أستطيع أن أقولها لها، ولكن الشهادة بلغتي العربية ليس سهل. ولكن الحمد لله يعني بقلبي قلت الشهادة، والحمد لله يعني كان يعني وقت ما شاء الله مهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان. الشيء الذي أفضله يعني في الإسلام أن التوحيد، الله إله واحد، فأي شخص في هذا العالم يستطيع أن يفهم هذا. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مرسل للعالمين، والحمد لله هذا جميل، هو رحمة للعالمين. فأتذكر جيدا شهر رمضان الأول، لأني كنت طالب في جامعة في فرنسا، وحقيقة ما كان سهل يعني الصوم
كان سهل، ولكن ما كان صعب كان أنني كنت بنفسي. فالحمد لله الآن أنا متزوج وعندي عائلة، فالحمد لله أحب شهر رمضان وهذا شهر مبارك. أظن أن الدعوة مهم جدا، لأن ربما ستتكلم مع شخصا وهو ربما سيدخل الإسلام أو ربما لا يدخل الإسلام، ولكن سيتعلم عن الإسلام، وربما يعني سيكون شخصا يعني طيب ولطيف مع المسلمين بدون الخوف. يعني مسؤولية دعوة مهمة جدا وجميلة، خاصة في شهر رمضان. Thank you.